وحدة إنتاج الحليب ومشتقاته بمسكينة ولاية أم البواقي واحدة من المشاريع التي تم إنجازها لتغطية طلب السوق المحلية، حيث قدرت نسبة إنتاجها ب7000 لتر يوميا، بالإضافة إلى خط إنتاج جديد شمل مادة الجبن بنسبة قدرت ب700 كيلوغرام يوميا. بعد ابري 2 ans de production de lion sachet قلنا pourquoi علاه ما نديروش الفرماج ا بات بريسي اللي هو الغودا ولي دام ديناه نورمالمون لو 2016 ومع لاغي تاع لامبورطاسيون تاع لي لي برودوي دو لامبورطاسيون اون ا يو لوكازيون دو بيان ايفولوي قدرنا نبيعو سافا دو غروس كونتيتي عندنا ان فيتيرينير او نيفو دو لا سوبديفيزيون كي في دي ان كونترول انوبيني à l'improviste Kekiji, successivement, yani chaque semaine, une fois par semaine, il chauffe la production qui fait raïtmchi, bien sûr il chauffe l'hygiène, il chauffe la quantité de lait, on contrôle les collecteurs. الوحدة تشغل حاليا 18 عاملا تطمح إلى التوسع وزيادة نسبة إنتاجها، غير أن مشكل العقار يقف حائلا دون بلوغ أهدافها. ماذا بنا si on pouvait même produire 7000 kilos jusqu'à 10000 kilos de fromage par jour. Le problème, c'est le foncier. Nous avons un lot terrain qui nous permet de faire le futur investissement. تشجيع الاستثمار في الحليب ومشتقاته يدخل ضمن أهداف الدولة للتقليل من فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد الأساسية.